رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا في إطار الجهود المشتركة لتطوير قيادات بيوت الشباب، تنظم بيوت الشباب القطرية ملتقى مسؤولي بيوت الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ 23 حتى تاريخ 27 من هذا الشهر. راح نتكلم ونعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيد عبد العزيز العماري المدير التنفيذي لبيوت الشباب القطرية ورئيس لجنة بيوت الشباب الخليجية. حياك الله معنا في استديو برنامج فيض ضحى وسعداء بتواجدك معنا. يا هلا ومسهلا فيك ويا هلا ومسهلا بجميع المشاهدين. في البدايه ليت لو تعطي الساده المشاهدين النبذه حول هذا الملتقى اللي راح يقام مثل ما ذكرنا من تاريخ 23 حتى تاريخ 27. ملتقى مسؤولين بيوت الشباب هو ملتقى يجمع العاملين في بيوت الشباب لتطوير احد الجوانب العمل. يعني كل مره نقيم احنا البرنامج في دوله من الدول ويتم يعني عمل دوره في احد جوانب العمل. سبق في المرة الماضية كنا في الكويت وعملنا في السياحة الإلكترونية، قبل في قطر أيضا قمنا الحجز الإلكتروني في الاستقبال في الجودة، يعني جميع المواضيع هذه. التطوير طبعا انصب في مصلحة أول شيء العملاء وأيضا في مصلحة بيوت الشباب، رفع من مستوى الإمكانيات اللي في البيوت والقائمين عليها. الحمد لله الآن احنا في يعني وضع جيد ومناسب على المستوى العالمي. جميل، وهذا اللي احنا دائما نشد عليه ونفتخر بهذا النموذج لبيوت الشباب القطرية دائما في المقدمة. ذكرنا قبل الفقرة ممكن ان دائما في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وهذا شيء احنا نفخر به بكل تأكيد. ولكن لو نتحدث عن هذا الملتقى، شنو هي ابرز الفعاليات التي تقام داخل الملتقى وشنو هي ابرز الامور التي سيتم النقاش بها ان شاء الله؟ هو الملتقى هذه المرة بيكون دورة في التخطيط الاستراتيجي. الدورة هذه بحيث أنه يكون العمل يعني في القائمين عليه يرجعون إلى بلدانهم، كل لن يقدر يعمل تخطيط استراتيجي، رؤية وقيم ورسالة للبيت، حتى يكون العمل يعني مبني على خطط صحيحة وخطط طويلة المدى وقصيرة المدى. طبعا في برامج ايضا مصاحبه، لان احنا لو جينا لبيوت الشباب هدفنا الرئيسي ايضا اللي هو السياحي، ولكن هذه المره التركيز الاكبر في الدوره. الدوره راح تكون يعني مع معهد التنميه الاداريه، واحنا نبعث لهم التحيه على جهودهم. فالدوره راح تكون مع معهد التنميه على مستوى متقدم جدا. جميل، وهذا اللي احنا دائما متعودين عليه ان كل الامور التي تقام عندنا دائما على مستوى متقدم. لو نتحدث عن هذا الملتقى بشكل خاص، من هم المستفيدين الاكبر من هذا الملتقى؟ احنا تحدثنا انه للقاده اللي في دول مجلس التعاون الخليجي للبيوت الشباب، ولكن هل من مستفيد اخر ايضا من هذا الملتقى؟ هو في العاده احنا نقيم البرامج، هذا برنامج مسؤولين للموظفين القائمين، لكن هذه المره لا، كنا محددين انه يكون المستفيد من هذه الدوره الصف الاول والثاني من القيادات. يعني مدراء الإدارات، الأمناء العامين أو الرؤساء، يعني الصف الأول والثاني فقط بأقل تقدير. طبعا معنا يعني بتوجيه من قيادات دول مجلس التعاون بضم الشباب الأردني، فأيضا الأردن راح تكون متواجدة من ضمن الشباب مع الشباب الخليجي. جميل، إخوانا ونرحب فيهم أكيد في دوحة الخير. مثل هذه الملتقيات سيد عبد العزيز إلى أي مدى تساهم في تبادل الأفكار وتنويع أيضا الثقافات بين بيوت الشباب الخليجية؟ والله الحمد، احنا صراحة في حركة بيوت الشباب الخليجي، وأنا بعد تحياتي لجميع المسؤولين على بيوت الشباب الخليجية، بيننا تكامل وتكاتف، ويعني نعمل في كأن منظومة واحدة. يمكن يعني درجة الود والاحترام والمحبة اللي موجودة في دول مجلس التعاون يعني هي رامية بظلالها على علينا كمسؤولين على بيوت الشباب. ففي تنسيق دائم، أكاد أقول لك يعني يومي، في تبادل الخبرات، في يعني عمل الدورات، حتى ممكن نشارك في برامج محلية يجوننا من الأخوان من الخليج أو نروح للخليج. فالحمد لله في تكاتف يعني كبير بين
جميل. يعني من ضمن الدول مجلس التعاون في بيوت الشباب. جميل، تحدثت عن التنسيق والتواصل اليومي بين بيوت الشباب الخليجية، وهذه نقطة جميلة، ولكن لو نتحدث بشكل خاص وأكثر تحديدا في مجالات هذا التنسيق، شنو هي آلية التنسيق وشنو الأمور اللي فيها التواصل بينكم وبين بيوت الشباب القطرية وأيضا مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي؟ احنا تجمعنا لجنة بيوت الشباب في الأمانة العامة، هذه المظلة اللي تجمعنا كبيوت شباب خليجية، ولكن أيضا العلاقات الاجتماعية اللي موجودة أصلا بين دول بين أبناء دول المجلس يمكن هي أكثر يمكن تأثيرا في قربنا من بعض. لو قلنا إيش ممكن نعمل مع بعض، يعني الآن أنا أنسق إلى عمل رحلة إلى الديار الأماكن المقدسة إلى مكة المكرمة، والأخوان في الجمعية السعودية أبدوا استعدادهم لاستضافة وتسهيل الرحلة في بيت شباب الرياض في الطريق أو في بيت شباب مكة. هذه من الأمور اللي تخدم الشباب في البلدين، وسببها يعني القرب والمحبة اللي تجمع بين الشباب. أيضا في الدورات، حتى الدورات المحلية، في دورات محلية ممكن نقيمها، يعني مثلا في منظومة الجودة، احنا بيوت الشباب القطرية الحمد لله حاصلة على شهادة الجودة المتقدمة، وهي الدولة الجمعية الوحيدة على المستوى العربي الحاصلة على شهادة الجودة المتقدمة. احنا استفدنا من اللي حصلوا مثلا على شهادة الجودة كبيت الشباب دبي، وأيضا أفدنا أخواننا وأحبائنا في المملكة العربية السعودية، جاءوا عندنا هنا وحضروا معنا يعني في البيت لفترة، فالمنظومة الحمد لله متكاتفة ومتكاملة. يعني جميل، لو نتكلم عن بيوت الشباب القطرية، شنو دور البيت في تنمية مهارات الشباب الموجودين في دولة قطر؟ احنا يعني نستثمر وجود البيت في يعني بناء الشاب سواء القطري أو الدولي، ورؤيتنا في كمنتج نهائي اللي هو تكوين المواطن الدولي الصالح، مواطن دولي يحب السلام، يحب الأمن في جميع، يعني عنده علاقات مع جميع الشباب في العالم. أنت الآن لو تجي بيت الشباب اليوم، ممكن في اليوم أنا أكلمك يمكن 20 دولة ساكنين في بيت الشباب، هذا يجتمعون يوميا، يتبادلون الثقافة، يتبادلون يتكلم، كلهم يتكلم عن دولته، فيكون سبب لزيارة كل شخص إلى الدولة الأخرى اللي اطلع عليها، ويساعد الزميل اللي موجود يساعده في دولته، وهذه أحد يعني أهم يعني الاهتمامات بيوت الشباب. جميل، شنو هي طبعا اكيد انتم كبيوت الشباب في دوله قطر ومثل كل بيوت الشباب وجمعيات بيوت الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي عندكم انشطه على مدار العام تستهدفون فيها بشكل اساسي الشباب، فشنو هي ابرز الانشطه اللي موجوده عندكم طوال العام؟ احنا في عندنا برامج للسياحه المحليه، يعني عندنا برنامج اسمه اعرف وطنك ونزور في جميع الاماكن اللي في دوله قطر، السياحيه اللي في دوله قطر او الثقافيه او المتاحف، عندنا برنامج صحبه، عندنا في برنامج كشته، واحنا نختار يعني مسمياتنا القطريه دائما. في عندنا برامج يعني للرحلات البحريه والغوص، عندنا يعني كل ما هو ينضوي تحت كلمه رحله احنا نهتم فيه. ونقومها. أيضا عندنا البرامج الخارجية مثل برنامج رحالة، أو عندنا برنامج استمتع وتعلم، هو معروف يعني يمكن أكبر عمل على مستوى العالم في حركة بيوت الشباب، أكبر رحلة موجودة هي برنامج استمتع وتعلم، هذه النظمة أيضا كل سنة والآن يعني 6 سنوات متتالية الحمد لله. جميل، وهل في تعاون بينكم وبين المؤسسات التعليمية مثل المدارس لاستقطاب الطلاب للمشاركة بمثل هذه البرامج اللي صراحة الكل يشهد لها بالفائدة؟ يعني شو هو بيوت الشباب، هي أصلا يعني حركة طلعت من رحم التربية والتعليم، نفس الكشافة تقريبا، يعني نفس الوقت، نفس وقت الكشافة وأيضا من التربية والتعليم، وإحنا على تواصل مستمر، يعني نأمل في تنسيق أكثر مع التربية، ولكن صراحة المدارس عندنا رحلات كثيرة ننظمها مع المدارس، عندنا نستقبل عدد كبير من المدارس والرياض، حتى رياض الأطفال يجونا إلى بيوت الشباب، وأيضا برنامج استمتع وتعلم، هذا تعرف إحنا هو الهدف، هم طلاب المدارس من المرحلة الإعدادية والثانوية، فالحمد لله في تنسيق كبير، حتى أيام اليوم الوطني
يعني ننظم لهم مسابقات هاي في العرضة ومسابقات كلها بيوت الشباب الحمد لله على تنسيق دائم مع مدارس قطر. يعني عسى الله يوفقكم إن شاء الله سواء في هذا الملتقى وفي جميع الجهود اللي تقومون بها. سيد عبد العزيز العماري ألف شكر لك على تواجدك معنا في سيدي وبرنامج في الضحى. شكرا جزيلا لك يا اخي. اذن مشاهدي الكرام بعد الحديث عن بيوت الشباب القطريه وعن الملتقى اللي راح يكون ان شاء الله من تاريخ 23 حتى تاريخ 27 راح ننتقل الى زميلنا